الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعد لإعلان كبير للغاية، وهو إعلان هيئة الدفاع الإقليمية التي ستكون موجهة ضد إيران. وهذا الإعلان من المتوقع بحسب العديد من المصادر الأجنبية التي تحدثت عن هذا الأمر بأن يتم الإعلان عنه من خلال زيارة قادمة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط. والزيارة الأهم والأكثر أهمية في الشرق الأوسط هي التي ستكون إلى المملكة العربية السعودية، وأكد هذا الأمر طبعا البيت الأبيض في بيان رسمي. كذلك بيان صادر من الديوان الملكي السعودي هو الذي أكد أيضا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر القادم وتحديدا في 15 يوليو سيصل إلى جدة، وفي اليوم الأول سيلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعد ذلك في 16 يوليو أي بعد يوم واحد من هذه الزيارة المهمة سيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن موجودا في قمة مهمة جدا تتواجد فيها جميع الدول من مجلس التعاون الخليجي، 6 دول طبعا من ضمنها المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة، عمان، البحرين، وكذلك الكويت وقطر. وعلى هذا الأساس كذلك سيكون أيضا حضورا من العراق وتحديدا من رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، بحضور أيضا المملكة الأردنية الهاشمية وحتى جمهورية مصر العربية في هذه القمة الكبيرة التي سنشهدها الشهر ومنتصف الشهر القادم. الأهم من هذا الأمر أن المصادر الأجنبية تتحدث بأن سيكون هنالك إعلانا خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط بشكل عام، قد تكون من المملكة العربية السعودية أو من منطقة أخرى من المناطق التي سيزورها، وهي متعلقة بمواجهة إيران وبتشكيل هيئة دفاع إقليمية بتعاون إقليمي كبير ضد إيران. وهذا يأتي لأسباب مهمة، الأسباب المهمة هي تتعلق في المفاوضات النووية. في المفاوضات النووية الآن هي وصلت إلى طريق مغلق تماما بحسب رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إن الأمور وصلت إلى طريق مسدود الآن، وكذلك إن هنالك ضغطا كبيرا على إيران الآن على المستوى الاقتصادي، التظاهرات في تصاعد كبير، انفجارات كبيرة للغاية، ضغط عالي على الداخل الإيراني إلى درجة بأن وزير العمل الإيراني قد قدم استقالته الآن بسبب الضغوط التي يتعرض لها، ليس بسبب على مستوى ما يجري على المستوى التظاهرات وغيرها، بل أن هنالك انتقادات في البرلمان الإيراني ووجهوا اللوم له. ولكن في حقيقة الأمر بأن الضغط الاقتصادي بعد وصول هذه المفاوضات إلى مرحلة صعبة توقفت الأمور بالنسبة إليه وقدم استقالته، بل إن حتى الصحف الإيرانية والأوساط الإيرانية مثل ما تلاحظون هذه الصحيفة على سبيل المثال آرمان، وإن كان العنوان ليس كبيرا وهو العنوان الجانبي الذي ترونه هنا، وضح بأن الدعم لوقود الطائرات في إيران سيتوقف تماما، وبالتالي هنالك زيادة من المصاعب على إيران. وزيادة المصاعب وعدم وجود اتفاق في المفاوضات النووية هو يعني باختصار أن الفصائل المسلحة في المنطقة بشكل عام، إذا كانت في العراق، إذا كانت في سوريا، إذا كان الحوثيين أنفسهم، سيصعدون ضد الخليج العربي، سيصعدون في كل المنطقة بشكل عام، وبالتالي الأمر هو بحاجة إلى عملية تعاونية دفاعية إقليمية، ليس فقط بالنسبة للدول الخليجية وإنما دول الشرق الأوسط بشكل عام ضد هذه العمليات التي ممكن أن نشهدها بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، إن لم يكن هنالك طريقا طبعا للمفاوضات النووية. وهذا المشروع هو ليس مذكورا من هذه المصادر الأجنبية التي أتحدث عنها، لا أبدا، هو أمر أساسا ظهر أيضا تحت قبة الكونغرس الأمريكي قبل بضعة أيام، ظهر من 6 صفحات. هذه هي الصفحة الأولى لمشروع القرار الذي طرح بمشاركة الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وفي الصفحة الثانية ذكر اسم العراق في هذه القضية كما تلاحظون هنا، هذا هو اسم العراق، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بوجود الأردن وبوجود جمهورية مصر العربية بأنها ستشترك ويجب أن تشترك في هذا الموضوع، وأن وزارة الدفاع الأمريكية يجب أن تعمل على وضع التقييمات مباشرة بعد المصادقة وبعد التصويت في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي على هذا القرار المهم للغاية. ولكن الفاينانشال تايمز وجدت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تغير تغيرا تاما تجاه المملكة العربية السعودية وعلى الخليج، ووجدت بأن المملكة العربية السعودية لن تكون سهلة أبدا من خلال هذه الزيارة، وبأن النفط يفضل بايدن الآن بدأ يفضل النفط على مسألة حقوق الإنسان التي كان يضغط عليها بشكل كبير، ولكن السعودية منتبهة لهذه المسألة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أساسا منذ اليوم الأول ومنذ أيامه الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية رفع الحوثيين عن قوانين
قوائم الإرهاب، بدأ يضغط على المملكة العربية السعودية في مسائل حقوق الإنسان ومسألة جمال خاشقجي تحديدا، لا بل إنه زاد الطين بلة بالضغط على المملكة العربية السعودية بقوله بأنه سيتعامل معها كدولة منبوذة. الأمر لم يقف هنا، وإنما كانوا أساسا جماعة الحوثي بدأوا يهاجمون المملكة العربية السعودية، هاجموا الإمارات العربية المتحدة، كان هنالك هجوما من إحدى الفصائل المسلحة الموجودة في العراق على الإمارات العربية المتحدة كذلك باعتراف من إحدى الفصائل. طبعا آنذاك استمرت هذه الهجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، ولم يكن هنالك موقفا للرئيس الأمريكي جو بايدن أبدا. ولكن عندما بدأت العملية العسكرية الروسية في داخل أوكرانيا، استنفر جهود من أجل مساندة أوكرانيا وملايين الدولارات والمنظومات الدفاعية والصاروخية والمدفعية وغيرها من أجل مساعدة أوكرانيا. وبالتالي هنا شعرت الدول الخليج العربي تحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعدم الإنصاف، لأنهم شريك مهم ويعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية شريكا مهما، وهذا اعتبروه عدم إنصاف. وعلى هذا الأساس تدهورت هذه العلاقة التي نتحدث عنها الآن. ولكن الآن في ظل الأزمة الروسية التي تمت على الرئيس الأمريكي والتي يواجهها الآن، هو أصبح بحاجة للنفط، وعلى هذا الأساس وإلى ضخ النفط، هو يحتاج بشكل مباشر من السعودية أن تضخ المزيد من النفط والطاقة في السوق من أجل تعديل أوضاع الأمور، لأن هنالك ارتفاع في الأسعار غير طبيعي. هذا ارتفاع الأسعار بدأ يعرض بايدن إلى مشكلة حقيقية الآن بدأت تؤثر عليه وعلى الحزب الديمقراطي بشكل مباشر. كيف هذا جاء وكيف هذا الأمر وصل إلى هذه الدرجة؟ على سبيل المثال موقع أكسيوس اليوم نشر هذه الإحصائيات التي ترونها أمامكم بهذا الشكل، وهي توضح طبيعة تضخم الأسعار في الداخل وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كما تلاحظون هذه هي سنة كاملة من الانفليشن، وهو التضخم الانفليشن ريت في داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في الهند وغيرها. ولكن لاحظ في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نسبة أعلى من 8% كما تلاحظون هنا بحسب أكسيوس اليوم. والتريدينج إيكونوميكس وضحت الرقم الحقيقي والصحيح لطبيعة التضخم الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، هي وصلت إلى 8.6%. وبالتالي هنالك غلاء في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه القضية، وبسبب أن الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس صدق أو لا تصدق لا زالت تؤثر على توريدي أو سلاسل التوريد، هي تؤثر على عملية الإيرادات والصادرات، الواردات والصادرات وغيرها من الأمور التجارية هي تؤثر. ولكن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين الطرفين وقطع الغاز من قبل روسيا على أوروبا وغيرها من هذه الأمور هي التي أوصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه النقطة، بل إن هذا الأمر أوصل تأييد الشعب الأمريكي للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نقاط صعبة للغاية. بحسب إبسوس رويترز أو رويترز إبسوس كشفت بهذا الشكل عن إحصائيات اليوم للرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه للأسبوع الثالث على التوالي في انخفاض على مستوى تأييد الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي غير راضي على الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل هذا الأداء، في ظل الغلاء والتضخم في الأسعار الكبير الجاري ضده طبعا بكل تأكيد. وبالنسبة إلى إبسوس رويترز إبسوس التي ترونها هنا، فإن تأييد الشعب الأمريكي وصل بنسبة 39% كما تلاحظون للرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالنسبة للديس أبروف وهو عدم التأييد وصل إلى نسبة 56%، وهذه هي تعتبر أدنى المستويات عدم المصادقة أو المصادقة التي وصل إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذه هي أدنى مستوى يصل إليه طبعا منذ أغسطس الماضي بكل تأكيد، وبالتالي هو في حرج كبير للغاية في مسألة المصادقة التي نتحدث عليها عنها. ولكن حتى الحزب الديمقراطي حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن هنالك عدم مصادقة عليه وعدم رضا من الحزب الديمقراطي الأمريكي بنسبة 74%، كما تلاحظون هنا، وأن هنالك انخفاضا كانت الأمور على نسبة 85% بالنسبة لتأييد الديمقراطيين للرئيس بايدن منذ أغسطس الماضي. وبالتالي نحن انخفضنا إلى هذه النسبة التي نتحدث عنها بحسب رويترز إبسوس، وهذه وهنا المشكلة الأساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. بحسب الفاينانشال تايمز التي وجدت أن الرئيس الأمريكي في زيارته إلى المملكة العربية السعودية يجب أن يسعى بشكل واضح من أجل إقناع السعوديين، إقناع الإماراتيين من أجل المساعدة في رفع ضخ الطاقة، ضخ النفط في السوق من أجل تعديل الأمور، من أجل أن يساعده في عملية الضغط على روسيا بكل تأكيد وتعديل الأسعار بكل تأكيد، وكذلك هذه الأرقام المتدنية التي
يعاني منها مع الحزب الديمقراطي ومع الشعب الأمريكي، لأن هذه الأرقام بهذا الشكل هي تعني قد يخسر الحزب الديمقراطي أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي، وتحديدا ما هو قادم إلى الانتخابات النصفية في 8 نوفمبر في مجلس النواب الأمريكي. 8 نوفمبر القادم هنالك انتخابات هي تعتبر خطيرة في ظل هذه الأرقام التي نتحدث عنها. ولكن خبراء أمريكيون تحدثوا إلى نيويورك تايمز يوم أمس، قالوا من الصعب جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يحقق شيئا أو أن يقنع الدول الخليجية وتحديدا المملكة العربية السعودية في عملية زيادة ضخ النفط أو الطاقة في المنطقة من أجل حل هذه المسائل التي نتحدث عنها. ولكن هنالك تفاصيل مثيرة هي قد نشرت يوم أمس من قبل رويترز مرة أخرى، ومن مصادر توضح بأن المملكة العربية السعودية هي في محادثات منذ شهر مع جماعة الحوثي، ويتوسط هذا الأمر وتتوسط هذا الأمر سلطنة عمان، وهذا ما ذكره مصدران من رويترز بشكل مباشر، وقالت إن سلطنة عمان تسهل المحادثات عبر الانترنت بين كبار المسؤولين من السعودية والحوثيين. وأضاف أحدهما أن ثمة خططا أيضا لاجتماع مباشر في مسقط إذا أحرز تقدما كاف. وهذه طبعا القضية يجب أن ننتبه إليها بالنسبة لهذه المحادثات، أن هنالك شروطا كبيرة جدا تجري بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبالنسبة للحوثيين بشكل مباشر. الحدود بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية، هذه اليمن والمملكة العربية السعودية طبعا هي تأتي بهذا الاتجاه، هذه الحدود تصل مسافتها تقريبا إلى 1300 كيلومترا. باللون الأزرق هي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، والمنطقة الحمراء باللون الأحمر هي سيطرة جماعة الحوثي. هنالك مساحة لا بأس بها يسيطر عليها الحوثيون بالتماس وعلى التماس مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي الهدف الواضح هو تحقيق اتفاقية وهدنة دائمة مع جماعة الحوثي، وكذلك بوجود الحكومة الشرعية من أجل إنهاء هذه المشاكل. ولكن المملكة العربية السعودية أيضا لديها شكوى تجاه جماعة الحوثي في مسألة تسليح الإيرانيين لجماعة الحوثي. هم طبعا معترضون على هذه القضية تماما، والحوثيون عادة عندما يتعرضون إلى هذه الاتهامات ينفونها تماما ويقولون بأننا لا نستلم أي أسلحة من إيران، نحن نصنع الأسلحة بأنفسنا. ولكن هنالك الكثير من الشواهد من الصواريخ البالستية، من الطائرات المسيرة التي تثبت بأنها من صناعة إيرانية تستخدمها جماعة الحوثي ضد الحكومة الشرعية، إلى العمق المملكة العربية السعودية في هجماتها ضد طبعا منشآت الطاقة والمنشآت النفطية منها أرامكو بكل تأكيد. وبالتالي هنالك اعتراض من المملكة العربية السعودية في هذه القضية. ولكن أيضا هنالك جهود كبيرة تأتي على محافظة تعز اليمنية التي تأتي إلى الجنوب، وهذه الجهود هي تأتي من المبعوث الأممي إلى اليمن وهو هانس غرونبرغ. هذا الرجل يعمل على قضية مهمة جدا من أجل تعزيز قضية مهمة متعلقة في تعز. كما ترون هذه هي تعز، المنطقة باللون الأزرق تحت سيطرة الحكومة الشرعية، باللون الأحمر كما تحدثنا جماعة الحوثي. الأساس وما يعمل عليه طبعا وما تعمل عليه الأمم المتحدة هي عملية فتح طرق. هنالك شرط لدى الحكومة الشرعية اليمنية هو لفتح عدد من الطرق المغلقة من قبل الحوثيين. واحد من هذه الطرق هو طريق أو خط الحوبان الذي يأتي بهذا الاتجاه كما تلاحظون إلى محافظة إب، وهو يمتد إلى صنعاء، وكذلك بهذا الاتجاه ويمتد طبعا إلى الجنوب إلى عدن بشكل مباشر. هذه الطرق هي مغلقة من قبل الحوثيين، وطبعا بالنسبة للأمم المتحدة هي تحاول فتح هذه الطرق من أجل التجارة، من أجل الناس، من أجل المدنيين لا علاقة لهم في طبيعة النزاع الجاري. وهنالك 3 طرق أيضا تبحث الأمم المتحدة عن إيجاد حل لها من أجل الوصول إلى هدنة دائمة والوصول إلى نجاح في هذه القضية التي لم تعد إلا المفاوضات هي الحقيقة وحقيقة حل هذه المشكلة التي تجري في اليمن. ولكن المشكلة أن جماعة الحوثي رافضة لعملية فتح هذا الطريق على الأقل، وذلك لأنهم يعتقدون بأن هذا الطريق هو جزء من جبهات القتال، هو جزء من الضغط على تعز بشكل مباشر، وأن إعادة انتشار القوات من جماعة الحوثي ليست جزءا من عملية المفاوضات التي نتحدث عنها بكل تأكيد. وهذه المسألة هي المسألة المهمة التي قد تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتستغلها في المفاوضات إذا ما اتفقت مع المملكة العربية السعودية بشكل مباشر لحل هذه المسائل، للوصول إلى اتفاق لتشكيل هيئة دفاع إقليمية بمشاركة دول الشرق الأوسط في مواجهة إيران. قد تكون هي السبيل والطريق للرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الوصول طبعا بكل تأكيد
إلى اتفاق مهم جدا حول النفط وعملية ضخ النفط بشكل أكبر للمنطقة من أجل حل مشكلة وحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العالم.